إلا الله يا روعة الإطلال وسبحان خالق ومبدع هالجمال. الوادي اللي شوف يا جماعة هالجبل تحسونه كبير، شوف اللي وراه اللي وراه هذا ولا شيء. برد اليمن اللي وراه شوف الوادي، الجبال الكبيرة هذيك اليمن. شوف ما تشوف وادي هناك، هل هو الفاصل، هو منه كذا يمن ومنه كذا سعود يا رجال. أين عجيب، مكان ما ينفوت صراحة، مكان جميل. انتبه انتبه يا الله، أنا أتصور في الأماكن هذه، أريك أنا أتصور دائما. عجيب طبعا، مكان أكيد مخيف لكن صراحة مهيب. شوف الآن، شوف جماعة شكل الصخور كذا فاضة طالع فوق كذا. شوف يا أبا عبد الله، انتبه تكفى، انتبه تكفى، انتبه من يزين قهوتنا باتر. الله عليك الله عليك، وش هالمكان يا رجل. طبعا بصراحة أنا الآن على الحد اليمني، وتعرفون الوضع والحرب، مع ذلك آمنين مطمئنين مبسوطين، ونصور ونتمشوا، هذا كله فضل الله أولا، ثم فضل أبطالنا بالحد الجنوبي. الله يقويهم وينصرهم على من عداهم ويردهم لأهلهم سالمين غانمين، اللهم أمين يا حي يا قيوم. إي والله يا جماعة، إني من قلب أقوله، استشعرتها الآن يوم قال لي العم جبران إن هذا اليمن، قلت يا ساتر. هي والله فتتذكر الجنود البواسل، ما تملك إلا لك تدعي لهم. تاج روسنا، قسم بالله أنهم تاج روسنا. حياتنا الطبيعية بكل أمن وأمان. نعم نعم، المناسبات الزيارات الإطمئنان، تروح من أول القرية إلى آخر القرية في الليل في المساء في كل وقت. نعم، وحنا في خير ونعمة وأمن وأمان، نحمد الله ونشكره بفضل الله ثم بفضل حكومة. أي والله أيوة، وشفنا أنا أبعد 500 متر تقريبا. أيوة والله إني انخرعت، يعني جو شيء عجيب جدا، لكن أيوة ما ولا علينا شيء والله من يوم بدأ الحرب إلى الآن. الله، حنا في أمن عظيم جدا جدا، الحمد لله. فنسأل الله أن يجزي عنا الدولة خير الجزاء. اللهم آمين اللهم آمين. الله أكبر، ما شاء الله يا جو، اليوم صراحة خيالي. يوم باقي طالع قرية أثرية، لكن الآن ما الله الله مع السيارة. لا لا، من مدلعات المعزة، ما شاء الله ما شاء الله يا أخي، قسما بالله العظيم. شوف الدرجة يا جماعة، عند الأولين يا الله. طبعا عندنا زي ما قلت لك، عندنا العقبة، العقبة بيض الله وجههم، وزارة المواصلات قد عملوا أكثر من ثلثي الطريق، يعني يمكن باقي لها ثلث بسيط، لو يعينونا ويخارجونا ويتركون الناس، يتيحون للناس انهم يستمتعون بما رايته من والله طبيعه خلابه. مكان سياحي هذا، مو بس مزارع، لكن والله الخط لا ان شاء الله ما يقصروا، ان شاء الله الله بيسخرهم باذن الله.